السلام عليكم ورحمة الله. معانا أستاذ شريف، معاه درة هندي وروز بورك وجرين تشيك وسنغالي. هيقولنا على الأسعار. وفي جاوة فون أهو، جاوة فون. تمام. أيوة أستاذ شريف، قولنا الأسعار اللي عند حضرتك. بص يا باشا، عايز تعرف إيه طيب؟ قول لي يعني حاجة حاجة. يعني مثلا القص الدرة الهندي ده، قص الدرة الهندي ده عامل 3500. ده الشغل عند حضرتك؟ حاجة بسم الله ما شاء الله، أول شغل. دفر بطوق ونتاية زي ما أنت شايف. بس النتاية شكلها صغير شوية؟ لا هي دي لها بس لسه بيجي. الذكر 3 سنين صح كده؟ إن شاء الله. زي ما إحنا شايفين الذكر أهو بادئ في التطوير. طب ده عامل كام؟ ده عامل 3.5. ده عامل 3500. تمام. وبالنسبة لقص الدورة الهندي اللي تحت ده؟ 3500. زي ما احنا شايفين الدكر برضو مطوق. القص ده عامل 3500. ده سنتين ولا ده معدي السنتين؟ ده معدي سنتين ونص. تمام. دي قص سنغالي اهو شغال. طيب بكام القص السنغالي ده؟ قص السنغالي ده ب 3300. 3300. القص السنغالي ده ب 3300، وزي ما احنا شايفين القص اللي تحت ده ب 3500. ده زي ما احنا قلنا سنتين ونص. والقص ده 3 سنين. ده سنتين ونص. ده ما انا قلت كده، ده سنتين ونص وده 3 سنين. تمام. ده بالنسبه للدره اللي عند حضرتك. بالنسبه للقص ده شغال عامل 2.5 كده. النتايج عديت خلاص يعني. حاجه بسم الله ما شاء الله، حاجه واولاد رساله جايه من بره زي ما انت شايف كده. تمام. بالنسبه كلها اسكندريه يا جماعه. اهلا باهل اسكندريه. فين الحاجه اللي انصاص دي؟ حاجه مستوى عالي وحاجات احجام. قلت لي بكام الاسعار؟ النتايج دي عامله 1000 والنتايج الثانيه عامله 500. تمام. بص القص ده بيرد بلو عامل 2100. حاجه زي ما انت شايف بسم الله ما شاء الله. تمام. والحاجه اللي فوق دي انصاص برضو زي ما انت شايف على قده كده، عامل 400 جنيه. ده قص انصاص مستوى متوسط عامل 400 جنيه. في رومبو القاهره بتحب الرومبوات، عشان كده احنا منزلين لهم رومبوات. تمام. كلمني على الاسعار كده بتاعت الرينبو. وعندك ايه برضه انصاص تحت ايه؟ عندي حته انجليزي اهي، ولد زي ما انت شايف كده، وش بسم الله ما شاء الله عليه، تكشيره، لسه صغير، ساعه عمره 6 شهور. بس ده في حاجه في عينيه يا استاذ؟ لا لا لا، ده بيقلش، مفيش حاجه في عينيه. تمام. طب بالنسبه للرينبوات كلمني على اسعارها. البلو سكاي، البلو سكاي الحته عامله 250. الموف عامله 300. تمام. الحته الريمبو دي شيشه وكورك عامله 350 جنيه. رزق اللي هياخدها ان شاء الله. تمام. كنت بس محتاج رقم حضرتك عشان لو حد حب يتواصل معاك. 010-99-27-396. شكرا جدا، شكرا جدا. السلام عليكم. معانا عرض طائر المينا، طبعا الحاجات دي كبيره وش شوف، كمان في منهم شغال. ده طائر المينا الصيد، ده سعره 125 جنيه. الكور كور وإناث. طبعا احنا عارفين ان التفريق سعره بيختلف عن كده كتير، لكن العرض معانا النهارده ده طائر المينا الصيد، سعر الكور 125 جنيه. ومعانا كمان حسون، ده برضه حسون سيف، ده عامل 350 جنيه سعر الجوز. كمان معانا زبرة الفراولة دي عند احمد.
12 بعد اذنك رقمك ايوه 012 212 637 42 شكرا جدا. سلام عليكم. معانا قص برابان ذكر اهو على بسم الله ما شاء الله دي الصحه وجد ودي الانثى بتاعته. القص ده اول شغل عمره 3 سنين. طبعا احنا زي ما احنا شايفين الذكر بيتميز عن النساء يعني بيبقى فيه في الوش اصفر كده اصفر في احمر. ده طبعا الوش بيتغير ده ساعه البلوغ ودي الانثى بتاعته. القص ده عامل 6000 جنيه. رقم تليفون حضرتك 011 483 3102 استاذ حمدي. استاذ حمدي ده رقم استاذ حمدي اللي يحب يتواصل معاه بخصوص القصر. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله. اهلا وسهلا بكم في قناه عيش الكوكتيل المصري. النهارده بامر الله جايب لكم عرض لانجليز انجليزه ونصاص. هنتكلم عن الاسعار والسن. معانا استاذ محمود. اتفضل يا استاذ محمود. احنا عايزين نعرف الاسعار والسن بتاع الانجليزه وتقول لنا الانصاص كمان يعني السن بتاعه والاسعار بشكل عام ماشيه ازاي في السوق. بص هذا كل مستوى بيبقى ليه سعر. الانجليزه مستواها بتتراوح من اسعار كتير من اول 1000 جنيه لحد 30000 جنيه. يعني هو اقل عصفور الانجليزي بيبدا من 1000 جنيه بالنسبه للانجليزه. تمام. في بقى مستويات بتبتدي اقل بقى اللي هي الانصاص او سردة عشوش الانجليزه وتبتدي من سعرها مثلا من اول 200 جنيه لحد 1000 جنيه او 800 جنيه ده بالنسبه للانصاص. ولو مستوى الانصاص طبعا بيقل السعر بيقل عن اللي حضرتك قلته يعني. ما اكيد كل عصفور بيبقى على حسب المستوى. يعني حضرتك القص ده مثلا ده سعره ليه مستوى ده مستوى ليه سعر ده مستوى اعلى بيبقى ليه سعر. تمام. ده غير مثلا الاسترالي بيبقى ليه سعر. كل حاجه بيبقى ليها اسعار كله بيرجع للمواصفات والالوان. طبعا احنا شايفين الفرد الاسترالي جنب الفرد الانجليزي بالنسبه للحجم قزم جدا طبعا يعني ملوش مفيش اي وجه مقارنه. طبعا احنا ده ولد وبنت بس ده مثلا وبنت. ايه مستوى الذكر مستوى اقل شويه والبنت مستوى الانصاص. تمام. فبنضطر مثلا ايه ممكن نحطهم مع بعض ويشتغلوا مثلا ايه يعملوا عش مع بعض وممكن يجيبوا حاجه كويسه لان الولد فيه دم كويس. تمام. دم انجليزه والنتاية فيها دم انصاص فممكن ايه يجيب لك عش كويس او حتتين او ثلاثه في العش. ما شاء الله حته نص بس حجمه يعني هي إيه حجمها كويس. لا ما شاء الله. طب بالنسبه للانصاص اللي تحت بالنسبه للانصاص تحت دي مستوى عادي جدا. تمام. بتتراوح برده الحته ب 200 جنيه 250 كده يعني. بس ده الولد اللي هو الازرق الاخضر الولد البنت البيضه الالبين. البنت تعتبر يعني اقل من النص شويه. ما هي عاده بيبقى الدم في الذكر. تمام. فدايما بيبقى الذكر بيبقى هو السبب الرئيسي في النسل كويس فدايما بنهتم بان الذكر يبقى مستواه اعلى والنتايه تبقى مستواها اقل. هو عامه لحد معلوماتي ان سواء في الانصاص او في الانجليزه بتبقى الولد بيبقى مستواه اعلى يعني ده بشكل عام معروف عن الانجليزه والانصاص. بالظبط كده. طب القص ده يا استاذ محمود دول عاملين حوالي 400 جنيه 400 جنيه. طب ده سنه قد ايه؟ ده بيتراوح سنه مثلا من 8 شهور ل 10 شهور. بسم الله ما شاء الله.